العمل الإغاثي اللي هو التقليدي، وبعد ما يقف الحرب ويكون عندي بدأت أنا بالعمل التنموي أو المشاريع التنموية من أول يوم. اللي بقولها من أول يوم ده تحدي، تحدي في الفكر إن أنا إزاي الناس بتقول وعايز تاكل وتنام وكذا وكذا وكذا، وأنا بقول لك تعالي ننمي المجتمع، لأن لو ما نماش المجتمع بتحصل نزوح خارجي يبقى هجرة، لكن لو أنمي بأماكن في الآمنة داخل الوطن السوري بتبقى الهجرة، تبقى نزوح داخلي، يكون عندنا قدرات وطاقات بشرية في الأول. فده التحدي للوقت، لكن الحمد لله إن في مبادرة اللي اتكلم عليها أخونا يحيى في الصباح اسمه الحياة، صندوق حياة، صندوق حياة. ده احنا نعمل صندوق حياة بدل ما يكون في 3 مليون يكون في 30 مليون، بس نعرف ننمي به المجتمع. يعني يبقى برنامج، مش نقول اننا عندنا مثلا 50,000 مشروع وكل مشروع 6 اشهر، لا، انا بنزل في حته معينه بعمل برنامج تنموي بيخش في كل قطاعات الحياه. طيب على ذكر الان عمل المؤسسات الاغاثيه او منظمات العمل الانساني، كيف يمكن الان الوصول الى حاله من تأطير العمل لاحداث اغاثه فعليه دكتور؟ نقول للي موجودين بقى، يعني انا مش حتى لا تكون أتكلم. وحتى لا تكون انا مش عبد الحليم يعني حافظ هنا، يعني هتكلم لوحدي انا ام كلثوم، في مثلا شاكيرا وفي مش عارف، مش كده برضه شاكيرا؟ لا لا مش شاكيرا، معلش غلط. لابد واصبح دلوقتي فرض عين الشراكه والتنسيق والتواصل فرض عين، واصبح بالنسبه لنا من المعلوم من الدين بالضروره كتكبيره الاحرام. لن ولن ولن استطيع ان اعمل وحدي، نعم، مهما عظمت امكانياتي الماديه او البشريه او الفكريه. نعم. لماذا؟ لان انا عندي 7 مليون سوري نازح داخل سوريا، نعم، وعندي 4 أو 5 خارج سوريا. ها، فازاي انا ميزانيتي كلها ما تكفيش 10,000 سوري؟ يبقى زي انا اقول انا مش عارف. طيب ايه دكتور، نقطه هامه جدا يعني قبل ان اختم معك، يعني لكل ضيف 7 دقائق فقط. عندك الفاكهه هناك؟ نعم، سناتي الى الفاكهه الموجوده اكيد عند اخونا يحيى ضيوف الكرام، ولكن دكتور يعني حتى نخرج هذه المشاريع من اطار النمطيه والروتين والنظره المعروفه عن هذه المشاريع، كيف يمكن عمل مشاريع قبل التشابك والتكامل؟ كيف يمكن عمل مشاريع تحتاجها مخلفات الحروب؟ على سبيل المثال يعني هنالك كم هائل من المصابين والمتضررين من ذوي الإعاقات يعني الخاصة على سبيل المثال، كيف يمكن الوصول إلى عمل مشاريع تخص ورشات تصنيع أطراف صناعية مثلا؟ أنت بتتكلمي على إيه؟ على تفصيل المشروع. أنا بكلمك على الإيمان بالفكرة، ان انا اؤمن ان انا هقعد 5 جمعيات اتكامل في رؤيتي مع رؤيتهم، اتكامل في ميزانيتي مع ميزانيتهم، اتكامل في برنامجي مع برنامجهم. لو احنا قعدنا كده هتخش في التفاصيل كلها، سواء كان اطراف صناعيه، سواء كان الزراعه، سواء كان التسويق، الى اخره الى اخره. لابد يا اخت اسماء، ها واتكلم منتهى الصراحه، ان انا التنسيق والشراكه من الصوره هو ايمان ايمان ايمان، وتنازل فيه عن جزء من شخصيه الاعتباريه من اجل المجتمع السوري. لذلك هيجي مشروع الاطراف الصناعيه ومشروع البطه اللي بتطير واللي بتبيض والحاجات دي كلها هتيجي بعدين. نعم، بس انت لو مؤمنه. انا مؤمنه. خلاص نقعد مع بعض ونتكلم ونتفق مع بعض. نعم. مش مؤمنه مهما كان. اذا الايمان بالشراكه طبعا قبل كل شيء. طيب اشكرك دكتور هاني البنا، وعذرا طبعا لضيق الوقت لكل ضيف فقط 7 دقائق، فاتمنى الالتزام بالوقت حتى نتيح يعني المجال للجميع. استاذ يحيى العقيلي طبعا ارحب بك فحياك الله. اهم منطلقات التوجيه للتمويل التنموي والمشروعات الصغيره. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا التمويل التنموي اصبح اليوم خيار ضروره. الانتقال من الاغاثه الى التمويل التنموي اصبحت حاجة مستحقة لكل أطراف، المستفيد بلا شك، والجهات التنفيذية بلا شك، والجهات المانحة، الكل يوم ينبغي أن يتجه إلى التمويل التنموي. إحنا عندنا شعار في الرحمة العالمية لموضوع الإغاثة وهو تقديم الأنفع للأحوج، وهذا الشعار خلال مراحل الأزمة السورية كان يتغير حسب الحاجة وحسب الأولوية.
كان الغذاء والإيواء ثم الصحة ثم التعليم. اليوم الأنفع للأحوج هو في التمويل التنموي. لماذا التمويل التنموي؟ لأن أولا ابتداء نحن منطلقاتنا الشرعية والإسلامية، الإسلام يحث على الكسب، والرسول عليه السلام علمنا دعاء اللهم سك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وبالتالي هذه النظرة من حيث المبدأ. اليوم لو تسألنا، وهذا في مرحلة الإقناع اللي يدعو لها الدكتور هاني البنا، ما هي الأهداف التي ممكن أن تتحقق والمكاسب والآثار الإيجابية التي ممكن أن تتحقق على مستوى كل شركاء التمويل التنموي؟ أرد وأقول مرة ثانية، شركاء هم المستفيد والمتلقي والجهات التنفيذية والجهات الداعمة. أولا هذه ستحدث نقلة على مستوى الشعب السوري، ينتقل من حالة العوز وتلقي المساعدات إلى مرحلة الإنتاج والكسب والعمل، وهذا بلا شك له أثر كبير جدا اقتصاديا في النهاية واجتماعيا ونفسيا. احنا نعتقد من أشد الآثار السلبية الموجودة في الأزمة السورية هو أن يرى النشء والأطفال الصغار يرون العوائل وأبائهم وأمهاتهم يتلقون الدعم، وهذا لا شك أثر النفسي جدا مؤلم، ولذلك نحن ننتقل إلى هذه النقلة حتى نعالج هذا الأمر. الأمر الثاني، ثقافة الكسب وثقافة الانتقال إلى الإنتاج، تعدد المجالات الاقتصادية والاجتماعية أثر مباشر للانتقال إلى هذا النمط. الأمر الثالث، تعظيم الفائدة من المال الخيري، لأن التمويل التنموي ماذا سيحدث؟ الألف دينار التي تقدم بصيغ متعددة في التمويل التنموي هي كل صيغ التمويل الإسلامي، على رأسها يمكن وأسهلها القرض الحسن، ثم باب الاستصناع والاستزراع وغيره، ثم تهيئة المؤسسات الإنتاجية سواء كانت خدمية أو صناعية أو زراعية أو تجارية. أقول هذا الألف سيكون أثرها متضاعف. في السابق كنا نقدم الألف للمتلقي المساعدة ويستهلك الألف، اليوم هذه الألف نستطيع من خلالها أن نقدم هذا الإنتاج لعدة أسر متوالية، فبدل الأسرة تأخذ الألف وينتهي، الألف يمكن يقدم على مدى 5 سنوات 10 أسر، تتحول هذه الأسر من أن تمد يدها المساعدة إلى أن تكون منتجة. الأثر مهم جدا في الواقع لهذا الطور المهم والمستحق هو التطور في أداء المؤسسات الخيرية على مستوى الفكر. الفكر اللي راح يدير مرحلة التمويل التنموي بلا شك يختلف عن الفكر اللي يدير مرحلة الإغاثة. الإدارة كذلك ستتغير، الإدارة من الإدارة تقدم المساعدات إلى الإدارة التي تنتهج الفكر الاقتصادي في الإدارة. أدوات وآليات العمل بالضرورة ستكون أدوات وآليات ووسائل عمل مختلفة، كلها تصب في دائرة الإدارة الاقتصادية لهذا المال الخيري، وبلا شك أن هذا يساهم مساهمة كبيرة في تطور نوعي للمؤسسات الخيرية. طيب أستاذ يحيى، يعني على ذكر أيضا التطور النوعي في عملية الانتقال من العمل الإغاثي إلى العمل التنموي، هل بدأنا نلمس ملامح هذا الانتقال وإيجابية هذا الانتقال؟ بلا شك، يعني احنا الأمر هذا سبق أن جربناه قبل عدة سنوات على مستوى المهجرين في لبنان السوريين، والتجربة تشير إلى نتائج إيجابية. احنا قبل أن نعلن صندوق حياة بعد دراستنا المشروع مع الأخوة في عطاء في الكويت قبل أن نأتي، استمعنا تجربة رائدة في عطاء في الداخل السوري، والهم الأكبر في موضوع الدخول في هذا الميدان هو القدرة على تأمين المال واسترجاعه، ولذلك متطلبات النجاح في هذا المجال مهم توفيرها في آليات التمويل وفي إدارة هذا التمويل وفي عمل شراكة مع جهات مصرفية نتأمل إن شاء الله أن تكون قريبة في المناطق المحررة، وفي القدرة على تدوير المال بشكل يعدد ويكثر المستفيدين. طيب دعنا على عجالة نلقي الضوء على أهم متطلبات النجاح في هذه الجزئية.
يمكن أنا أشرت لبعضها، لكن من الضرورة أن الجمعيات الخيرية اليوم تنشئ وحدات متخصصة لإدارة هذا المحور الجديد من العمل التنموي. هذا المحور كما قلنا يحتاج إلى فكر جديد، إلى إدارة جديدة. البعض يقول ربما تكون مؤسسات مستقلة، وهذا فكر جيد ومطلوب، لكن أنا أظن كذلك أن وجود هذه الوحدات ضمن بناء المؤسسة الخيرية في مرحلة الأولى مهم، لكن ربما في المستقبل قد يكون إنشاء مؤسسات متخصصة في هذا المجال قد يكون يعني أكثر نفعاً وأكثر مرونة في الخوض في هذا المجال الاقتصادي والاجتماعي. هل لمسنا النجاح دكتور، يعني وهذا سؤالي الأخير لحضرتك إذا كنت تود أيضا أن تفصل الحديث في نقاط أخرى، هل لمستم النجاح في مشاريع معينة تنموية معينة، أم أن الإيجابية تنسحب على جميع المشاريع، أم أن هنالك بعض المشاريع بقيت تواجه بعض العثرات في مجال انتقالها من العمل الإغاثي إلى التنموي؟ احنا على مستوى بلدان اخرى التوجه هذا بلا شك انه ناجح، وبالنسبه لنا الان هذا محور استراتيجي على مستوى كل القارات اللي نعمل فيها، في جميع برامج في جميع برامج المشاريع، في جميع البرامج، برامج تعليميه، برامج صناعيه، برامج تجاريه، برامج على مستوى اسر، على مستوى نساء، في عندنا مشروع في موضوع حلب بدانا فيه، وهو 60 منشأة صناعية تقدم هذا الخيار للأخوة السوريين. على مستوى الداخل السوري احنا امام تجربة الأخوة في عطاء، تجربة مشجعة، سمعنا كذلك تجارب في مجال الزراعي، تجارب مشجعة في المجال الصناعي، تجارب مشجعة، ولذلك احنا اقدمنا وندعو حقيقة شركائنا الى ان يقدموا معنا، هذا خيار لا خيار اخر حقيقة، وحتى من الجانب المالي والاقتصادي للجمعيات الخيرية عملية الاستثمار في التبرعات عملية ترى مرتبطة بالأزمات، وكل أخوة يمكن يدركون هذا، وحالة الاستقرار تقلل الإيرادات الإغاثية، ولذلك أن المال الموجود اليوم لما نضعه في هذا المحور الاقتصادي التنموي بلا شك يعظم الفائدة ويعظم الإنتاج بإذن الله. نعم، هل لديك أي إضافة أخرى؟ والله أنا بس يعني أقول نجاح هذا المحور هو مسؤولية جماعية للجهات المانحة والجهات التنفيذية راح تدير هذا المحور، وكذلك الأخوة السوريين. يعني لا يظن أحد أن هذا مال سيأتي ويود أن يستفيد منه وكفى، لا، نجاح هذا المحور سيشجع الجهات المانحة لأن تدخل فيه وتزيد من تمويلها، ويشجع من لم يدخل على الدخول، ولذلك ينبغي للجميع أن يشعر مسؤوليته لإنجاح هذا المحور. نعم، إذن أشكرك أستاذ يحيى العقيلي على هذه الكلمة، وننتقل إلى فاكهة الكلام لديك أستاذ رياض العبادي كما وصفها. تريد أن تمام؟ أعتقد الأفضل للترتيب حسب أنا مشيت في التراتبية. إذن لا بأس أستاذ بدر إذا تسمح لنا أستاذ رياض. إذن أستاذ بدر الصميط، الآن نناقش أو ننتقل إلى المحور الثالث في الجلسة، وهي التمكين الاقتصادي والإنعاش المبكر في مناطق الأزمات. طبعا كان محورنا مع أستاذ يحيى العقيلي يتحدث ويتمحور حول تنمية ثقافة العمل الحر ودعمه ومعالجة تعثره في سوريا. أستاذ بدر الصميط، الهيئة الخيرية لديها تجارب ثرية جدا في مجال توسيع مشاريع القروض متناهية الصغر، حبذا لو تحدثنا عن هذه التجارب ما بين التطبيق والعمل أيضا. اسمحي لي عندي عرض أذهب للبودي. ولديك برزنتيشن أيضا تود أن تستعرض من خلاله الحديث، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. صوت واضح؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشكر لجمعية عطاء تنظيم هذا المؤتمر الرائع، والذي جاء يعني في وقت نحن أحوج ما نكون إليه، والقضية السورية أحوج ما تكون إليه. ونشكر أيضا مضيفتنا اليوم في هذه الندوة. قبل أن أبدأ في العرض الذي أمامكم، هذا عنوان دور التمويل الأصغر في التنمية المجتمعية، وهو عرض تجربة
الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية في مجال التمويل الأصغر في تمويل المشاريع الصغيرة أو متناهية الصغر. وددت أني أذكر إلى أشير إلى تحول في توجه الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية في موضوع الإغاثة في الشأن السوري كما ذكر قبلي الأخوين الفاضلين، من الإغاثة إلى التنمية ومن الوقتية إلى الديمومة في المشاريع. وأريد أن أذكر ثلاث شواهد في ذلك، ثلاث قرارات أخذتها الهيئة الخيرية الإسلامية. أولى هذه القرارات أن مخصصات الإغاثة يصرف 20% فقط منها على الإغاثة، و80% تتجه إلى المشاريع التنموية والتعليمية. القرار الآخر الأولوية للتعليم، وشاهد في ذلك هذا التحول رغم أنه لم يتم إلا في النصف الثاني من العام الماضي 2016، إلا أن بفضل الله سبحانه وتعالى إحصائية بسيطة ما صرفته الهيئة على الإغاثة في سوريا فاق 50 مليون دولار، 3% منها فقط ذهبت للتعليم لغاية سبتمبر 2016. ما صرف، ما تم صرفه حتى سبتمبر، نهاية سبتمبر 2016 كان 3% فقط من على التعليم. التحول تم في منتصف العام الماضي، رغم ذلك من إجمالي المشاريع التي اعتمدت في 2016 توجه 30% من قيمتها إلى التعليم بفضل الله سبحانه وتعالى. القرار الثالث وهو حديثنا اليوم، وهو قرار شمول برنامج التمويل الأصغر الذي سأتكلم عن تجربته أمامكم اليوم. اتخذت الهيئة قرار لشموله للمجتمعات السورية سواء في الداخل أو في دول اللجوء، وهذه التوجهات بإذن الله سبحانه وتعالى نحن عازمون على الاستمرار فيها. وسأذكر في نهاية العرض كيف يعني نظرتنا للتحديات التي تواجهنا في شمول هذا البرنامج للمجتمعات السورية، وأيضاً كيف ممكن نتجاوز هذه التحديات. Please put the presentation. أولاً في مجال تحرير المصطلح مثل ما يقول أصحاب أصول العلم، لماذا ما هو التمويل الأصغر؟ هو تقديم خدمات المالية لأصحاب الدخول المنخفضة، وعادة ما يكونون محرومين من الوصول إلى مثل هذه الخدمات المصرفية والمؤسسات المالية الرسمية. الهدف المثالي للتمويل الأصغر هو تمكين أصحاب الدخول المنخفضة من الوصول الدائم إلى خدمات مالية عالية الجودة وميسورة التكلفة لتمويل الأنشطة المحققة للدخل وبناء الأصول وتحقيق توازن الاستهلاك والحماية من المخاطر. لكن معظم التجارب انحصرت في جانب واحد من الخدمات المالية وهو الائتمان الأصغر، مثل تجربتنا يعني اللي هو الإقراض الأصغر. لماذا اعتمدت الهيئة الخيرية برنامج التمويل الأصغر؟ التمكين الاقتصادي للأفراد والأسر في المجتمعات الإسلامية الفقيرة هو من صلب رسالة الهيئة منذ تأسيسها في عام 1986. التمويل الأصغر هو من أقوى أدوات التنموية وأحد أهم المفاتيح الحقيقية لتنمية المجتمعات الفقيرة ورفع مستوياتها المعيشية. برامج التمويل الأصغر بنظام القرض الحسن ساهمت مساهمة كبيرة في حماية الأفراد والأسر الفقيرة من العواقب الوخيمة للقروض الربوية والتي تزيد من حالات الفقر والإعسار. ما هي ملامح برنامجنا؟ 9 سنوات من التشغيل الناجح، 227 عدد جهات الشريكة، 5.8 مليون دولار قيمة المبالغ التي تم ضخها في البرنامج طوال السنوات 9، 30 مليون دولار قيمة المشاريع المنفذة حتى الآن، 512% نسبة تدوير رأس مال البرنامج. وهذا يمكن يعني أحد الميزات واللي أشار له الأخ سليمان يحيى العقيلي، أن فيها الديمومة والأموال بدل منها تصرف وتستهلك إنما تستطيع أن تدير الأموال وتحقق فائدة لعدد كبير من الناس مثل ما سيأتي في السلايد اللي بعده. 31,000 مشروع متناهي الصغر تم تنفيذها في 32 دولة، 51,000 أسرة مستفيدة، 259,000 مستفيد مباشر. نحن نتكلم عن المستفيدين المباشرين، يعني رب الأسرة وأعضاء الأسرة فقط، لا نتكلم عن مستفيدين غير مباشرين انتقلوا من تحت خط الفقر إلى التمكين الاقتصادي. 25,000 مشروع تم تسديد، وهذا من لما نقول تجربة ناجحة
نحن نتكلم بالأرقام، 25,000 مشروع تم تسديد جميع التزاماتها وتم تمليكها بالكامل لأصحابها، يعني أكثر من 80% من المشاريع، وباقي المشاريع جارية الآن وناجحة، ما عندنا مشكلة في تعثر ديون ولا في إعدام ديون. هذه توزيع المشاريع على القطاعات المختلفة الإنتاجية الخدمية التجارية الصناعية والزراعية. نترككم مع مجموعة من الصور لهذه المشاريع، مواد غذائية، بقالة، هذه طبعا للدراجات، الدراجات هذه الأخ المسؤول البرنامج يقول الدراجة الوحدة تفتح بيتين، يعني تصرف على بيتين. طب المشاريع الصيد مع الموتور، هذه يشترك فيها أكثر من شخص. مشغل الخياطة وتطريز تكلفته $1,000. مشروع بقالة، مشروع بيع الحليب، تمليك البقرة الحلوب، بقالة أخرى، ومشروع تطريز ملابس، أيضا ملابس. هذا طبعا أحد المشاريع، الأخ المسؤول عن البرنامج يقول لي أذكر قصته. هذا الشخص الذي استفاد من هذا المشروع كان سائق لشاحنة وكان يكسب كسب جيد، ثم تلاحظون إيده اليسار ما هي موجودة، صار له حادث وانقطعت إيده اليسار، ثم استطاع فقد العمل وصار تداعيات اجتماعية على أسرته وعلى نفسه ودخل في أمراض حتى جاء هذا المشروع فأنقذ الأسرة بكاملها. أيضا مشاريع أخرى لن نذكر كل القصص، نمشي سريعا على الصور. نأتي على آخر موضوع سأتكلم فيه وهو التمويل الأصغر في سوريا. دعمت الهيئة بعض المشاريع يعني خلال الفترة السابقة، تحولنا من المشاريع الأغاثية إلى المشاريع التربوية، دعمت الهيئة بعض المشاريع الصغيرة في الداخل والخارج، في داخل سوريا خارجها، أمثلتها موجودة لكن هذا قطرة في بحر. الأرقام اللي سأذكرها كلها من الأمم المتحدة، 8.9 مليون إنسان سوري يتعرضون إلى انعدام الأمن الغذائي، 13.5 مليون إنسان سوري بحاجة إلى مساعدات في مختلف قطاعات حاليا تصرف من بنود المساعدات، و 5 ملايين لاجئ سوري يشكلون ضغط اقتصادي واجتماعي على دول الجوار، 63% انتاج سوريا من القمح تراجع الانتاج، وفي ايضا اشاره على انخفاض لكن مو مبينه عندكم في الصوره، قطعان الماشيه والدواجن اكثر من 30% الى 50%. بالنسبه ل التحديات، أكبر التحديات اللي تواجه تنفيذ برنامج من هذا النوع بنجاح في سوريا استعراضها بشكل آخر سلايد إن شاء الله. آخر التحديات هو النزوح، أو أهم التحديات النزوح المستمر للسكان الذي يزيد مخاطر فقدان المشاريع ورأس المال، ضعف النظام القضائي وإجراءات التقاضي داخل سوريا، عدم وجود ضمانات كافية لعملية استرداد الأموال، قلة وجود الكوادر المؤهلة لإدارة مشاريع التمويل الأصغر. نقول رغم هذه التحديات ولأن التمويل الأصغر كما ذكروا الأخوة قبلي أصبح ضرورة قصوى للشعب السوري لمواجهة تداعيات المأساة، فقد قررت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية تخصيص مبلغ $1,000,000 أمريكي دعما لمشاريع التمويل الأصغر للشعب السوري. شاكر لكم صبركم وتحملكم. فاجأتنا. شكرا لك استاذ بدر الصميت، يعني ختمها بمفاجأة. بكل الأحوال ضيوف الكرام، يعني قبل أن أنتقل في المحور الأخير إلى استاذ رياض، هل هنالك أي تعليق على ما ورد في كلام أحدكم أو على عرض استاذ بدر؟ تمام. إذن أستاذ رياض العبيد أرحب بك ونبدأ الآن الحديث في ملف المحور الرابع والأخير وهو بعنوان أهمية المشاريع التنموية في سوريا ومنهجية دراستها وآليات تنفيذها. طبعا لكم خبرات واسعة في دعم وإنشاء المشروعات الصغيرة في كافة المجالات التنموية، فحبذا لو تحدثوننا عن هذه التجارب.
بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا كان لكم أي تعليق طبعاً على ما ورد في البرزنتيشن للأستاذ بدر. بس تكمل لما ذكروه الدكاترة جزاهم الله خيراً. المتأمل في القرآن الكريم نجد أنه يحث على العمل، وكذلك المتأمل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يجد ذلك. فلسفة المشاريع الصغيرة ممكن أن نقول قائمة على ما حدث مع الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاءه من يطلب منه الصدقة، فرفض النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يذهب إلى بيته ويأتيه بما لديه من حاجيات ممكن أن تباع، وبعد أن بيعت أعطاه المال وقال له اشتر به فأسا ثم اذهب واحتطب ولا تأتني إلا بعد 15 يوما. هذه هي الفلسفة. نحن بحكم عملنا في مجال المايكرو فاينانس والمشاريع الصغيرة في نقوم على هذه الفلسفة، نذهب إلى الناس. وسبب الذهاب لأن العدد المحتاجين كبير، فنذهب لهم ونرى حاجتهم وإمكانية أنهم يقومون بعمل مشروع صغير يكفيهم ويكفي عائلاتهم ويسدهم عن طلب الصدقات وما شابه ذلك، نعطيهم المال ثم نذهب إليهم نحن في كل شهر ونتابع أعمالهم. حقيقة وأذكرها لجميع الجمعيات العاملة في سوريا وفي غيرها، أن الرغيف الخبز لن يبني أبداً لا إنساناً ولا بنياناً. هذا الرغيف الخبز لن يعيد ذلك. الإنسان ما أن يمد يده حتى كل هذا الإنسان يموت، اجتماعياً واقتصادياً وإلى غير ذلك أخلاقياً وما شابه ذلك. وكذلك البنية التحتية تحطمت وتهدمت، كيف سيعاد بينها؟ لذلك أضرب مثل في ذلك. بعد الحرب العالمية ما حدث لألمانيا، ألمانيا سلبت من إرادتها حتى أنها جزأت إلى جزئين، ألمانيا الغربية وألمانيا الشرقية. الشرقية الروس تولوا هذه الدولة ووضع بينهم حاجز جدار بني بنيانا. ألمانيا الغربية انتبهت أوروبا لها وأمريكا، وأنه لو تركوا على هذا الحال وكان في كل ألمانيا البطالة، المجاعة، البنية التحتية، بنية الإنسان أيضا هذا. فقامت أوروبا وأمريكا في بناء الإنسان من جديد في ألمانيا حتى ينسى الماضي ويبدأ يقوم من جديد. أما في ألمانيا الشرقية لم تقم ولم تنتبه لهم روسيا، فبعد سنوات عديدة ألمانيا الشرقية انتهت وألمانيا الغربية أصبحت في المرتبة الأولى. وهذا المثل ينطبق تماما على كوريا وينطبق أيضا على اليابان. في نفس هم قاموا من الصفر حقيقة، من البداية بمشاريع صغيرة وبدعم دولي. وهذا ما ينقص المجتمع السوري، أنه لا توجد لحد الآن دعم دولي وكذلك دعم الهيئات الخيرية في هذا الباب ضعيف جدا. أذكر على سبيل المثال للحصر، نحن أقمنا مثل هذا المشروع في لبنان وسمي هذا المشروع بمشروع سند، وحقق ما شاء الله تبارك الله نجاح يصل إلى 98%. ولا أريد أن أتكلم عليه، لكن كان هناك تحدي من بعض المؤسسات الخيرية، هل بالإمكان أن يقام مثل هذا المشروع في داخل سوريا؟ فنحن اتفقنا مع مؤسسة عطاء أن نبني لهم هذه المؤسسة وأن نشرف عليها. والعمل المايكروفاينانس نوعا ما متعب، يحتاج إلى إشراف ومتابعة شهرية، والمستفيد حقيقة جميع الأطراف. أثبتنا لهم أنه سيستفيد المتبرع والجمعية أيضا تستفيد، والمتلقي اللاجئ أيضا سوف يستفيد. وخلال هذين السنتين تم منح ما يقارب من 600,000 دولار إلى اللاجئين. الاسترداد نسبة السداد 99%، يعني أقل من 1%. كذا
المطالب الآن الذي يعني ممكن أن نقول لا يزال تحت ما يقارب من 600 دولار فقط، المشاريع أغلبها ناجحة، تصل نسبة فائدة، معدل نسبة فائدة هؤلاء الناس، أنا أتكلم عن شريحة تصل إلى 500، تصل إلى حدود 600 لاجئ، نسبة الفائدة على كل دولار يستفيد اللاجئ، يعني دولار يصرف في التشغيل يستفيد اللاجئ ما يقارب من 10 دولار. أما من ناحية فائدة الجمعية، فالجمعية درسنا وضع كانت مثلاً تعطي 400 أسرة، هذه 400 أسرة كانت تعطيهم في كل وقت في كل شهر سلة غذائية، رأت أنه بعد أن قدمت لها تلك القروض بعد سنة هذه الأسر أرجعت القرض واكتفت عن الطلب، لكن مقابل متابعة يعني ومصاريف تشغيل وصلت إلى حدود 50,000 دولار. الفريق الذي يعمل، الفريق يعمل في ما يقارب من 22 قرية، ففائدة الجمعية عندما قيست ماليا وجدت أن كل دولار تشغيل تصرفه، هي صرفت 50,000 دولار خلال سنة، أنه رجع من اللاجئ تقريبا 400,000 دولار، أي استفادت كل دولار تشغيل ما يقارب من 8 دولار. فإذا أيها الأحبة، هذه المشاريع هي بذرة، وكل المجتمعات بدأت بهذه الطريقة. اليوم الدكان الصغير بإذن الله عز وجل سيصبح متجر كبير، والورشة الصغيرة قد تكون مصنع في المستقبل، وهكذا بإذن الله عز وجل. هذه المشاريع لابد أن ننظر لها، وهذا بحثنا عليه الشارع الحكيم، فلابد للجمعيات الخيرية أن تلتفت للتنمية. أنا لا أقول التنمية فقط في المايكرو فاينانس، إنما لابد أن تكون هناك جهود مبذولة في تعليم اللاجئ السوري في الخارج أو في الداخل عن طريق القروض، أيضا في مجال الأسرة، في مجال التدريب، وهكذا حتى نخرج اللاجئ السوري من هذه الدائرة المغلقة، من دائرة الإغاثة إلى دائرة التنمية، ومن دائرة الحاجة إلى دائرة الاستدامة والاكتفاء الذاتي إن شاء الله. أستاذ رياض، يعني باختصار شديد جدا، يعني هل ثمت خبرات دولية مشابهة للحالة السورية تم اعتماد العمل التنموي فيها من خلال هذه المشاريع كبديل العمل الإغاثي؟ باختصار لو تكرمت. طيب سريعا، يعني المملكة العربية السعودية يعني أفضل مثل، على بالرغم من أنها ما شاء الله دولة يعني، لكنها فيها أسر فقيرة، وهذه الأسر كانت تحتاج أيضا، فإحدى الجمعيات الخيرية كانت تمنح ما يقارب من نصف مليون ريال في كل سنة، وهذه المنح تذهب ولا ترجع. فعندما طرح عليها هذا المشروع دعمت هذا المشروع بما يقارب من 6 مليون، هذا مقابل أنها تجربة خلال سنة. فعندما وجد المردود، وجدت الجمعية المردود المالي على هذا، رأسا قفزت من 6 مليون إلى 100 مليون، وهكذا ازدادت المنح، الآن وصلت إلى ما يقارب من 300 أو أكثر من مليون في هذا. طبعا الدول الفقيرة تجارب كثيرة في السودان وفي أفريقيا وما شابه ذلك، نعم. يعني يطول المجال في سردها. نعم، إذن هذا ما تسع له الوقت. أشكرك أستاذ رياض العبيد على كل هذه المعلومات، طبعا كان حديثك تحت محور أهمية المشاريع التنموية في سوريا ومنهجية دراستها وآليات تنفيذها. أما الآن أعزائي الحضور الكريم، أترك لكم مساحة مختصرة في 5 دقائق لطرح ما تودون طرحه من أسئلة أو استفسارات على ضيوفي الكرام. نعم، لا أعرف أين الميكروفون. هنا. ولمن تود أن توجه السؤال؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زيادة بالفحم، مهتم في موضوع التمويل الأصغر والمشاريع الصغيرة. أنا سؤالي هو إجمال للدكتور البنا، الأستاذ العقيلي، والأستاذ العبيد، والأستاذ السميث. لماذا التوجه نحو من الإغاثة إلى التنمية؟ كلنا نعلم أن الشعب السوري من أكثر الشعوب العربية إنتاجاً،
ومنتجين. والشعب السوري بعد مرور 6 سنوات من الأزمة بدأ يتسلل بسبب الإغاثة إلى داخله الاعتمادية والاتكالية على منظمات الإغاثة، وهذا أخطر شيء يتم عادة ما بعد الكوارث والحروب والأزمات. السؤال بشكل موجه وبشكل سريع حتى نكسب الوقت. السؤال: أرى أن يتم التوجه نحو التنمية بكل القطاعات، ومخرجات التنمية تحول للإغاثة فيما بعد. فهي ليس سؤال ولكن كان إجمال لما طرحوه الإخوة، أنه في نقطة الناس بعدت عنها أنه تسلسل أو دخول الإحباط لدى اللاجئين والنازحين، أنه اعتمد على الجهات الإغاثية، ولا لأنه الجهات الإغاثية كانت بدافع العاطفة بدافع السرعة في الإنقاذ، بالتالي كان في النواحي الإيجابية كثير من الشباب والعوائل أصبحت معتمدة اعتمادكم. شكرا. طيب شكرا جزيلا. سؤال آخر بعد هذه المداخلة أو هذا الاقتراح، تفضل هنا. السلام عليكم، أنا محمد نجم من مؤسسة وطن. نحن نقدم خدمات بنفس ما يخص القطاع بالميكروفاينانس. حقيقة التحدي اللي قام يواجهنا داخل سوريا اليوم هو غياب القطاع المصرفي، بالإضافة لغياب القطاع المصرفي غياب جهات الحوكمة اللي موجودة والقدرة القضائية. بتصميم البرامج بدول أخرى، كيف من خبرتكم كان التغلب على هاي المسألة؟ بالذات أنه نحن اليوم كل دولار يدخل سوريا هو مراقب، وكل دولار نحن نحتاج لتوضيح للجهات اللي دخل لها وكيف طريقة عودته. شكرا. السؤال موجه لمن؟ للدكتور رياض العبيدي أو دكتور بدر. طيب. أو الأستاذ بدر. دكتور رياض عنده تجربة. خبرة بهذا. تجربة عندك. أستاذ بدر أو أستاذ رياض تفضل. طبعا ما هناك بيئة مثلى لمثل هذه المشاريع، لكن لو انتظرنا البيئة المثلى ممكن نجلس إلى سنوات، مثل مشاريع الإسكان. لو انتظرنا إلى أن بدل نسوي الإسكان الحالي القرى لبقي الناس سنوات في الخيام، فلا بد أن نقولهم على الأقل على المدى المتوسط. فعلى مدى المتوسط لا توجد بنوك، لا يوجد قضاء، لا توجد دولة أصلا. متى ما وجدت الدولة وجدت الأمور الثانية كلها، لكن هل نبقى مكتوفي الأيدي؟ التجارب العالمية تقول لا، لا لا نبقى. في عدة طرق، وهذه طرق فنية لابد الجلوس مع المهتمين في هذا العمل ونشرح لهم الطرق الفنية من البداية إلى النهاية. أنا أعطيك على سبيل المثال، لا ليس بإمكاننا أن ندخل سوريا نحن، تمام، حتى ندرب الناس القائمين على هذا، وهذه شغلة بنكية ليست شغلة خيرية. فكيف نقوم بهذا العمل؟ أطلعنا كل الموجودين، طلبنا منهم أن يخرجوا وتم تدريبهم في الخارج وتأهيلهم، ثم بعد ذلك أرجعناهم إلى المنطقة. فهناك وسائل متعددة، لكن أهم شيء أن لا نبقى مكتوفي الأيدي. نعم. بعجالة أستاذ بدر قبل أن يعلق أيضا أستاذ هاني. أخي الكريم، نفس التحديات اللي أنت ذكرتها أنا ذكرتها في عرضي، ولذلك الهيئة الخيرية كانت تدرس هذا الموضوع منذ فترة، ولذلك لم تقدم عليه سريعا، ولازلنا لهذه اللحظة رغم اعتماد المليون دولار من رئيس مجلس إدارة، إلى هذه اللحظة لم نقرر ما هي الآلية. نحن ندرس الآن الخيارات المتاحة بما فيها صندوق الحياة، وعندنا اجتماعات أمس طول يعني المساء في اجتماعات حتى نتيقن أن هناك فعلا آلية تحمي رأس المال. نحن مؤتمنون على رأس المال، مؤتمنون أن تكون المشاريع فعلا مشاريع نافعة وصحيحة. طيب أستاذ هاني، تعليق بشكل سريع جدا يعني يدركنا الوقت. أعتقد التوثيق يكون بدائي بس يكون موثق عشان ما نعقدش الأمور، بمعنى ان انا مدخل الجمعيات. يعني الفكره اللي عملناها في بنجلاديش من 25 26 سنه، كان كل مجموعه مستفيده بتراقب المجموعه اللي خدت القرض قبل كده، وده كان فكره الجرامين بنك والمؤسسات الاخرى. فالمستفيد هو اللي بيراقب صرف المال، والتوثيق ان شاء الله يكون على يعني رقم البيت اللي هو كيفية الصرف، لأن في المجتمع اللي ما فيهوش آليات زي أوروبا وأمريكا وبعض الدول العربية لابد نوجد آليات
بدائية ومنعقدش الأمور. نعم. منعقدش الأمور. طيب. سؤال أخير وأترك الإجابة عليه للأستاذ يحيى العقيلي. تفضل أستاذي. السلام عليكم. دكتور مصطفى الجزار، الجمعية اللبنانية للبحث العلمي. أنا أطرح السؤال حول أولويات مشاريع التنموية، يعني طرحها الدكتور هاني. نحن على هول الكارثة بعد مرور 6 سنوات، مثلا احنا في الجمعية نعطي منح ندعم الطلاب السوريين للدراسة الجامعية، لو تركناهم على هواهم كلهم حيدرسوا تاريخ وأدب عربي وحقوق، فيصبح عندك شعب كامل يدرس في اختصاص واحد وجاهل في بقية الاختصاصات. فسؤالي في التنمية تماما، هل هناك أولويات حول اختصاصات الشركات المزمع عقدها؟ هل يجب التفكير بهذا الموضوع ولا نتركهم كذلك الأمر على هواهم؟ طيب، يعني السؤال موجه للأستاذ هاني، أنا تركت الإجابة للأستاذ يحيى العقيلي. إذن يعني أستمع، طالما السؤال موجه لك أستاذ هاني يعني بإمكانك أن تجيب بشكل مختصر وأترك التفصيل. وطبعا أنت بتعمل دراسة الميدانية اسمها نيز أسيسمنت، الدراسة دي بين بتكتشف كمان قدرات الأطفال دول. يعني احنا ما عندناش إمكانيات نبني مدارس أو ندرس 10 مواد دراسية ممكن ندرسه التعليم البديل، لابد يكون في ثقافة التعليم البديل. ولكن عندنا ورقة عملناها من المدرسة للسوق، يعني إن شاء الله أعلمه من المدرسة المهنية دي عشان بعد كده يكون هو جزء من السوق. السوق هو إيه؟ اللي هو بناية بدء بناية الركيزة الاقتصادية. أستاذ يحيى. أي أنا أتكلم من زاوية التعليم اللي مرتبط في محور تمويل تنمو، وليس التعليم الأكاديمي. هذا يقتضي دراسات مسحية لتبيان وتوضيح وحصر مجالات الإنتاجية الزراعية والصناعية والتجارية والخدمية، ثم يكون هناك أولوية للتعليم المهني الذي يخدم هذه المشروعات التي درست جدواها الاقتصادية، وبالتالي يكون هناك خلينا نقول تعليم حاجة يؤمن النجاح لهذا التمويل ولهذا المشروع. إذن وصلنا الآن أعزائي الحضور إلى ختام الجلسة، طوفنا معا فيها حول دور المشروعات الصغيرة في إنقاذ السوريين وفتح أبواب الأمل أمامهم من خلال تمكينهم من إقامة مشروعات صغيرة في مختلف المجالات الزراعية والصناعية والحرفية، تلك المشروعات التي تفتح لهم آفاقاً من العمل الحر الذي يساعدهم على توفير الحاجات الضرورية ويغنيهم عن مد الأيدي للآخرين وتقليل عدد العاطلين والمحتاجين. ويأتي الاهتمام المتزايد بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في سوريا كما أشار الحضور الكريم أو ضيوفي الكرام نظراً لدور هذه المشاريع في استيعاب عدد كبير من الأيدي العاملة، كما أنها تشكل ميداناً لتطوير المهارات الإدارية والفنية والإنتاجية والتسويقية، وتفتح مجالاً واسعاً أمام المبادرات الفردية خاصة مع عجز وتوقف القطاع العام عن توفير فرص العمل للسوريين. إذن تناقشنا حول سبل معالجة مختلف أو ما خلفته المأساة السورية عفواً على الأرض وما يعاني منه الإنسان السوري من آثار الصراع الممتد، وتوصلنا إلى أن المشروعات الصغيرة تعتبر الحل الناجع لتوفير ضروريات الحياة وتشغيل المتعطلين قسرياً عن العمل ومساعدة الأسر السورية عن توفير القوت والكساء والدواء لأبنائها في خضم صراع ممتد، كما تساهم هذه المشروعات الصغيرة في الانتقال من العمل الإغاثي كما أشرنا وفصلنا مع ضيوف الكرام إلى العمل التنموي. إذن تناقشنا حول سبل تنمية ثقافة العمل الحر ودعمه ومعالجة تعثره في سوريا، ولا يسعنا في ختام هذه الجلسة إلا أن نشكر ضيوفنا الأعزاء الأستاذ السيد يحيى العقيلي أمين عام جمعية الرحمة العالمية والدكتور هاني البنا رئيس منظمة الإغاثة الإسلامية في لندن، والأستاذ بدر الصميت مدير عام الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، والسيد رياض العبيد نائب المشرف العام للشؤون المالية الإدارية بالندوة العالمية للشباب الإسلامي بالمنطقة الشرقية، الذين أثروا الجلسة
بآرائهم القيمة وأطروحاتهم الثرية. نشكركم جميعا ضيوفي الكرام، وأكيد نشكر الحضور الكريم الذي تفاعل معنا في القضايا المثارة في هذه الجلسة، وطبعا الشكر موصول لرعاة المؤتمر والقائمين عليه. السادة الحضور الكريم، نترككم الآن مع استراحة الغداء لمدة ساعة ونعود. لو سمحتي، أنا مش رئيس الإغاثة الإسلامية، أنا رئيس المنتدى الإنساني، ده خطأ. طيب تمام، فصلحيه عشان التلفزيون. رئيس المنتدى الإسلامي مش الإنساني. الإنساني، إذن رئيس المنتدى الإنساني في لندن، عذرا هيك مكتوب عندي. يعني بكل الأحوال يعني هي تبقى صفات، ولكن العمل هو من يحكم. دكتور هاني، بكل الأحوال أعزائي الحضور، نترككم مع استراحة الغداء لمدة ساعة ونعود لاستكمال أعمال هذا المؤتمر في جلسة تحت عنوان عرض المشاريع، وسيكون فيها معكم الزميل مؤمن سراج الدين. أتمنى لكم مشاركة ممتعة وموفقة. شكرا لحضوركم مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.